أراد أن يبين ويفسر لك التوحيد بضده، فبين أنواع الشرك الأكبر. الشرك في الدعاء، والشرك في المحبة، والشرك في الطاعة، والشرك في النية والإرادة والقصد. هذه أنواع الشرك الأكبر: الشرك في الدعاء، والشرك في الطاعة، وفي المحبة، نية والإرادة والقصد. الشرك في الدعاء، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. أي عبادة تصرف لغير الله فهي شرك أكبر، أما دعاء المسألة، دعاء الطلب فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا صرف لغير الله شرك أكبر. أما المحبة، الشرك في المحبة، لو أحب كائنا من كان، أي أحد، محبة مساوية لمحبة الله، وقع في الشرك الأكبر. نعم، نحب الله سبحانه وتعالى ولا نحب أحد مع الله. وإلا كانت هذه المحبة محبة شركية، بل هي الشرك الأكبر. نعم، الثالث من أنواع الشرك الأكبر الشرك في الطاعة. فإذا اعتقد أن حكم غير الله مساوي لحكم الله أو أحسن، هذا كفر كفرا أكبر. إذا اعتقد نعم، الثالث، الرابع، الشرك في النية والإرادة والقصد. نعم، إذن فسر التوحيد بضده، وأراد أن يبين الشرك في الدعاء، والشرك في المحبة، والشرك في الطاعة، والشرك في النية والإرادة والقصد. نعم، بهذا تم الباب الأول في تفسير التوحيد في القسم الثاني.